مش منيحة، مش مرتاحة، ماني بخط الأمان، ما في أهل تسأل، في أنا لوحدي بالحياة، يعني شو بدك تستنظر من وحدة عاشت يتيمة، فاقت على الحياة، قتلوا أمها، بابا عفرد إجر ربينا، حطنا بميتم، صارت الحرب اللبنانية، جيت على البيت، جبنا على الضيعة، اغتصبت من واحد سوري، بابا دفع جنية للي اجى بده يقتلني اللي هو ابن عمه مش ابن عمي وما خصه بحياتي ابدا، واجى دفع جنية، اخذوا معاش واخذوا تعب وشقاء 60 سنة والحياة معي مطبات، بقوم من مطب وعب مطب، بقوم من مطب، لا من طفولتي لحد الآن صار عمري هلا 60 سنة وبعدني يعني هلا أنا صرت بعمر 60 سنة، أنا شو بيطلع من أمري أعمل؟ قلي أنت جميلة قطعتي بعدة محطات بحياتك بعدهم محفورة بذاكرتك لليوم، شو اللي خلى جميلة تكون تكبر طفلة يتيمة؟ أي ظروف أحاطت؟ قلتي أمك خسرتيها عمر صغير، قديش كان عمرك؟ 9 شهور، أختي 40 يوم قتلوها أخوتها أف؟ عشنا يتيمين. قتلوها ليه؟ بس تقول وحدة انقتلت، أوف ليش ولا شرف؟ لا مش شرف. شو لكان؟ إنه كرامة إنه ستي وجدي خطبها شخص غريب وهو ابن عمها بحبها بده إياها، بنت جدي ما بدهم يعطوا لابن عمها. تم قتلوا خطيبها وفات على الحبس، قتل خطيبها وفات على الحبس، بس فات على الحبس في أخته مجوزة عنا بالضيعة، فوقت اللي تجوزها بابا لأمي صارت تجي تهدد، قلت لها خليتك طيبة الله يخليني، راحت قالت لهم لأخوالي إنه أختكم ماشية على الموضة بكذا، ما بتحط العصبة بتحط المنديل، أخذوا على الكلام وقطعوا لراسها وعطوا راسها للستة. وشو عملوا؟ قطعوا راسها، قطعوا راسها بالعلم هيك بدي احكيها مثل هي، قطعوا راسها يا استاذ مالك وعطوه للست، الست عميت، ست عميت. ليش قطعوا لها راسها؟ انه هيدا شرفهم. شو الشرف؟ شو يعني؟ تحافظ على حالها؟ هيدي هي؟ شو كيف تحافظ على حالها؟ انتم بدكم تحكموا الشرف رميتوني بالشارع؟ ليش رموكي بالشارع؟ رموني بالشارع، اعتبروا انه هيدا وقت الاغتصاب، انا اغتصبت استاذ مالك، انا والله ما رحت بمزاجي. قديش كان عمرك؟ شي مش بالعمر، كان عمري 17. ليش عم تقولي مش بالعمر؟ قبل ما تكملوا، اشتركوا هلا بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب، وما تنسوا شغلوا الجرس. لأنه أنا بنضيع، هيدا الشيء ما بفهمه. كيف فهموه؟ امرأة تتعرض للتحرش؟ انه خلص انا وطيت لهم راسهم، صاروا هن انه هن ما عاد يعني كيف انه بلا كرامه، ماني من الاصل بلا كرامه، وهن ولاد عمي، ولاد عمي بلا كرامه، كل الناس يحق لها تحكي بالشرف الا هن لا يحق لهم قاطبة يحكم الشرف بما فيهم على راسهم اختي اولا. ليه وجوزها كبوني بالشارع ليقعدوا يستحلوا بيت بيي، زتوني بالشارع، ما فكروا انا مين يستغلني، مين يقعد معي، مين ينام معي، لشو اتعرض؟ فكروا هن يناموا على فرشي ويتغطوا بحرام بيام السقعه، بس انا وين صير ما فكروا في هيدا قطعا. يعني اعتبروكي حيط واطي لأنه اغتصبت وطت كرامتنا، هيدي حجة استعملوها أستاذ مالك، استعملوها حجة. يعني الضحية البنت، أنا الضحية وإني الجلاد، رموني طفلة بالشوارع، وصلت المرات للتعرض، باعوني، باعوا جسدي نهشوا لحمي، هيدا برقبة مين؟ برقبتهم هن. مين نهش لحمك؟ ما تاجروا فيي. مين؟ نزلوا، ما أنا بعرفهم، زعبوني 12.5 من بيت اهلي. مين زعبك؟ اختي وجوزها ليستولوا على البيت لحتى ما يطلع لي شيء. رميوني 12.5 بالليل يا استاذ مالك، مثل هالوقت ثلج ظهر البيت مسكر. ليش استولوا على املاك بيك؟ بيك وين؟ بابا منه متوفي، ما عندي لا ام ولا بي ولا خاي، بيك أنت توفى؟ صار شيء 33 سنة 35 هيك شيء، ما بعرفش بالضبط. معي أنا قبر بيي بالصورة. بالصورة؟ إيه. ما زرتيه؟ ما بتعدى يعني. ما ودعتي بيك؟ لا ما حضرت عزي. ما ودعتي بيي؟ ما حضرت عزي يا أستاذ مالك. الله لا يسامحهم كلهم، أنا ما بسامحهم لا دنيا ولا آخرة. ما حزرت؟ ما حضرت عزي، ما حضرت. طلعتي زرتيه؟ لا أنا بنفسي زوره. ما زرتيه ولا مرة لبيي؟ لا بس سألت لناس صوروا لي القبر، هلا معي صورته على التليفون. بقرا له الفاتحة، بقرا له القرآن على التليفون. ليش ما قدرت تزوري قبر بيي؟ بيقتلوني. اف بيقتلوكي او بتخاف يتعرضوا لك؟ واللي ذبح امي وغدر بامي بيذبحني وبيغدر فيي. اف مشان هيك انت ما طلعتي ابدا تزوري بيك؟ لا قتل امي بيقتلني. جربتي حكيتي عملتي وسطات؟ يعني اليوم بنت بدها تزور قبر بيها. يا الله يا استاذ مالك لو انا عم توصلني. حاولتي تعملي وسطات تزوري قبر بيك؟ يا اخي مره عم بحكي مع اختي قلت لها بدي اطلع على الضيعه، قالت لي لا اسال جوزي. بدها تسال جوزها اذا بيأذن لي لقليل الضمير والشرف اذا بقدر زور قبر بابا ولا لا. ممنوع نذبحك اذا بتجي. طيب انت ما فيك تطلعي على الضيعه، انت عم بتقولي بتتعرضي للقتل، شو السبب؟ ليه بدهم يقتلوكي؟ قال بيعتبروا انا وطيت شرفهم، انه انا وطيت شرفهم للارض. ليش؟ لانه اشتغلت بالبارات بالدعاره. ليش؟ بالدعاره بدي اقولها علنا وانا بعلنها بالخط العريض عبر هيدي الشاشه اللي عندك يا استاذ مالك، انه انا وصلوني لاشتغل بالدعاره. بالدعاره. دعاره بعد بدك اوضح هناك؟ دعاره. اشتغلت بالدعاره. يلي بتشتغل بالدعاره شو بقى؟ شو بقى؟ شو بتشكي؟ اشتغلت بالدعاره ظروفها وصلتها، مش مكتوب على راسها هاي بتشتغل. مش مكتوب على جبينها. جميلة بدك تحكي كل تفاصيل هالحقبة؟ لأروع القصص اشتركوا هلا بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب.